خلونا نستقبل عبر الهاتف الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ. دكتور، برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذه لما. اهلا بحضرتك استاذ المشاهدين. دكتور سمير، الحقيقه انه الدوله المصريه شغاله فيما يتعلق بملف المناخ على جميع الاصعده، مش بس لاستقبال كوب 27 او مؤتمر المناخ العالمي، ولكن كمان كتوجه دوله رسمي. راي حضرتك ايه في بعض التغيرات التي حدثت في استراتيجيه مصر، وما يحدث في شرم الشيخ لتحويلها لمدينه خضراء قبل انطلاق المؤتمر بها؟ الحقيقه يعني ملف التغيرات المناخيه بيشهد اهتمام بالغ في مصر غير معهود يعني بهذا الاهتمام في العهود السابقه، بدايه من القياده السياسيه. سياده الرئيس بنفسه بيتابع ومهتم جدا بترتيبات المؤتمر والخروج بالمؤتمر بما يعكس نهضه مصر والحضاره المصريه واظهار مصر بالشكل اللائق، لان ده مؤتمر طبعا سياده الرئيس شارك في الدوره السابقه في جلاسكو في المملكه المتحده، واطلع على مستوى الحضور ومستوى التنظيم، واحنا مش ان شاء الله يعني مصر مش اقل من اي دوله بتنظم مثل هذه المؤتمرات. وبالتالي الحكومه خدت تكليف من ثاني يوم على طول تقريبا نهايه مؤتمر كوب 26، وبدات العمل على قدم وساق، وتم كافه الترتيبات اللي كلنا عارفينها، يعني بدايه من تشكيل لجنه عليا برئاسه دوله رئيس الوزراء وعضويه الوزراء المعنيين والتجهيزات الخاصه في مدينه شرم الشيخ، على الرغم ان مدينه شرم الشيخ مجهزه على اعلى مستوى لاستضافه مثل هذه الاحداث الكبيره، لكن برضو الحكومه بترتب ان يكون في حاجات جميله وكويسه للوفود اللي هتشارك في المؤتمر بما يعكس اهتمام مصر بموضوعات البيئه والتحول الاخضر تجاه الاقتصاديات الاقل انبعاثا للكربون. بشكرك شكرا جزيلا دكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ.